ينضم إلينا من كييف مفدنا عماد الأطرش. عماد، فإذا روسيا تستعد للمرحلة الثانية من عملياتها العسكرية كما ذكرنا، وتسعى لتأمين مكتسباتها في الجنوب ومن خلال يعني تشديد دفاعاتها لصد أي عمليات مرتدة من قبل القوات الأوكرانية. دعنا في آخر المستجدات. نعم ميشيل، قبل قليل وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد هجوم قامت به القوات الروسية باتجاه بلدة على طريق سلوفيانسك. تعلمين بأن بهذه المدينة سلوفيانسك تحديدا التي تقع أقصى شمال مقاطعة دونيتسك لها أهمية على الأقل رمزية، إذ أنها كانت أول مدينة عام 2014 تمكنت القوات الأوكرانية من استرجاعها من الانفصاليين. إذا القوات الأوكرانية تقول بأنها تمكنت من صد هذا الهجوم على إحدى البلدات على طريق سلوفيانسك. طبعا القصف المدفعي الروسي في تلك المناطق في باتجاه سلوفيانسك، كراماتورسك وباخموت مستمر في الأيام الماضية. الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت أيضا إن جميع المؤشرات لديها تدل على أن القوات الروسية في صدد القيام بمرحلة جديدة أو بالمراحل التالية من هجومها، ليس فقط في دونيتسك ولكن أيضا في باقي المناطق. ذكرت تقارير أيضا استخبارية بريطانية بأن القوات الروسية تقوم بتعزيز دفاعاتها في باقي المناطق. تعلمين أن القوات الروسية تسيطر على كامل لوهانسك، تسيطر على أجزاء كبيرة من دونيتسك، ولكنها تسيطر أيضا على مناطق في الجنوب في مقاطعة خيرسون، تسيطر على أجزاء من مقاطعة زاباروجيا أيضا، بالإضافة إلى أجزاء في الشمال الشرقي من ريف خاركيف أو من مقاطعة خاركيف ولكن ليست مدينة خاركيف. خاركيف التي تعرضت أيضا اليوم إلى قصف صاروخي سقط فيه عدد من المدنيين. وتقول أيضا المخابرات الأوكرانية بأن من المحتمل أن تقوم القوات الأوكرانية بتوسيع هجومها عندما تنتهي من مدينة سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت باتجاه خاركيف، ولكن الأمر يعني فيه الكثير من الصعوبة إذ أن مدينة خاركيف هي ثاني أكبر المدن الأوكرانية من حيث عدد السكان. هذا عماد، نتحدث عن وصول أيضا خلال الأيام الماضية لعدد من المعدات العسكرية التي تم تقديمها تحديدا عن أسلحة هجومية وصلت للقوات الأوكرانية، مع تشكيك لربما حول قدرة هذه الأسلحة لإحداث فرق طبعا على مسرح العمليات، ولكن قد تؤدي بشكل من الأشكال إلى استنزاف أو تأخير تقدم القوات الروسية. طبعا بالأمس أعلنت القوات الأوكرانية بأنها استلمت منظومات صاروخية قذائف صاروخية من بريطانيا M270، طبعا هي أقل فاعلية من بطاريات الهايمرس عالية الحركة الأمريكية، التي تقول القوات الأوكرانية بأنها تساعدها كثيرا خاصة في استهداف تجمعات القوات الروسية ومراكز تخزين الذخيرة للقوات الروسية. قامت في الأيام الماضية باستهداف عدد كبير من هذه المراكز في خيرسون، في مناطق أخرى، حتى في لوهانسك نفسها. بطبيعة الحال ما يحكى أيضا بالنسبة لمنظومة صواريخ هايمرس ميشيل، هذه القذائف الصاروخية ممكن أن يكون مداها يتراوح بين 85 كيلومترا إلى 300 كيلومتر. تقول أوكرانيا بأنها في صدد الحصول على قذائف صاروخية لمنظومات الهايمرس يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وهذا يعني أيضا بأن هذه الصواريخ قادرة على الوصول حتى إلى المواقع الروسية في شبه جزيرة القرم، وبالتالي تصبح جميع المواقع الروسية داخل أوكرانيا على الأقل في مرمى هذه الصواريخ عالية الدقة وفائقة الحركة. شكرا لك عماد الأطرش، مفدنا إلى كييف.